احنا كانت مرات في ظروف جيده. الان التفكير ديالنا يعني منصب كله على المقابله ديال الاياب اللي غتكون نهار السبت ان شاء الله. احنا موجودين بما فيه الكفايه وان شاء الله غادي نحققوا التاهل ان شاء الله ونساوي يعني الكبوه اللي كانت في البطوله وان شاء الله يكون الخير وغادي نديو التاهل. احنا متيقين في راسنا ان شاء الله.